صباح الخير عليكم، لاباس عليكم، كيف بقيتم؟ مزيان، كلشي بخير. البنات، هاد النهار الجو زويون. بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي حتى هي زوينه وعزيزه على العيالات يا اختي. المهم اليوم عندنا كل خميس في الاسبوع والسبت كيكونوا اسواق ولا جوطيه ولا بحال المهم السوق كيكون اسبوعي، كيكون فيه مخلط، كيكون فيه حوايج جداد، كيكون فيه حوايج قدام، يعني شحال من واحد يعني كياخذ الحوايج من تماك زوينين، وحنا براسنا ماشي شحال من واحد. زعما انا براسي يعني انا الصراحه ما كنمشيش بزاف، ما عنديش سياره، الا كان راجلي جالس راه كنمشي، اما بوحدي ما كنقدرش نمشي حيت اغلبيه كيكونوا بعاد. ولكن هذا اللي غادي نمشيو له اليوم، انتم شفتوني ماشي على رجليا، ماشي بعيد بزاف، كاين فواحد البلاصه كتجي كل اسبوع، هنايا فرانكفورت. السوق بالضبط كاين في يا هوندا تهالا، اللي ساكنين هنا راه بزاف الناس ساكنين هنايا، يعني ساكنين فرانكفورت، وبزاف د الحاجات اللي هما باينين وداكشي ما كيعرفوهمش. ملي كنحط الفيديو ولا شي مره كنحط ستوري في انستغرام، عاد الناس كيبقاو يسولوني سيرتو لا بيسين، لا بلاصه الالعاب. المهم دابا انا غادي نمشيو للسوق اللي هو سوق اسبوعي، وغادي نوريكم داكشي اللي فيه زوين الصراحه. وبالنسبه للسوق البنات كيقول لكم شحال من واحد يعني كياخذ منه بياسات زوينين، سواء قدام اولا جداد، يعني كيكون الجديد كيكون بثمن شويه رخيص، والقديم عاود كتلقاو بياسات واعرين، يعني بحال دابا كتلقاو حاجه ماركه كتلقاوها رخيصه، بحال نقولوا مثلا الخرده في المغرب ولا الجوطيه ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كتلقاو ديما داكشي رخيص. ايوا المهم انا غادي نشارك معكم هذا النهار في السويقه، يا لالا ماشي السويقه، السويقه هي الخضراء واقيلا. السوق السوق السوق، صداع شويه د البنينايا. يلا انتوما معايا نمشيو نصور لكم. جينا هنايا للسوق، غادي نوريكم شنو كاين عندنا هنا في السوق ديالنا. سوق بحال جميع الاسواق اللي كتكون في المانيا ولا بروكونت، بحال اللي كيكونوا مثلا في فرنسا، حتى هما كيكون عندهم اسواق زوينه. هنايا كيتباع كاع شي حاجه اللي تالفه لكم غتلقاوها هنايا، سيرتو داكشي القديم، يعني الناس كتكون مثلا هنا كي كتعرفوا الناس ما كت ما عندك لا من تصدق حوايج ولا هذا، وبزاف الناس اللي ما كيسخاوش انهم يلوحوا الحوايج كيقولوا غادي نعودوا فيهم البيع، سيرتو الا كان عندك شي حاجه، يعني اي واحد يقدر يديرها، ماشي ضروري غير الناس اللي كيكونوا بروفيسيونيل ولا التجار ولا هذا، يعني اي واحد بخيفات يقدر يهز الحويجات ديالو ويمشي للسوق يعود فيهم البيع. وكاين حتى الجديد، ماشي ضروري غير الحوايج القدام، كاينين حتى الجديد، يعني شي حويجات اللي كيكونوا في المحلات غاليين كتلقاهم الناس كتجيبهم وكيبيعوهم في السوق، كيكونوا شويه رخاصين، سيرتو هذوك اللي كيجيبوا داكشي ديال ليدال والدي، كيكون غيست بوست محتوى كيبيعوه تماك، كيكون الاثمنه جد مناسبه. هنا غنديروا واحد الدوره شامله على هذا السوق هذا اللي هو سوق صراحه زوين بزاف، وسوق اسبوعي وماشي اسبوعي، جوج مرات في الاسبوع كيكون الخميس وكيكون السبت. بالنسبه للادريسه هو كاين فيها هوندا تهالا، كاين تماك واحد الهاله كبيره كيديروا فيها الايفنت، كيديروا فيها كاع كيديروا فيها بزاف ديال المهرجانات وداكشي، كاين هو تماك في لاكار ديال في الكراج ديالها اللي كتحيد شعر الكلاب فيران كاين فيران.
مو يمكن ما قلتلكم هاد السوق غادي تلقاو فيه اي حاجه تقلبوا عليها تقريبا، يعني اي حاجه كتحتاجوها تقدروا تلقاوها، وراه منين كتبلاو بيه راه كيولي بليا، حيتاش بزاف د الحاجات كيكونوا صراحه رخاص فيه، عوض ما تاخذوه من المحل غادي تاخذوه من السوق وبثمن زوين. وحتى بحال هذا كيقول لكم هذا كيبيعوا داكشي ديال مقيلات هكا سويفيت مات للدراري، كيبيعوا داكشي رخيص بزاف، وهذوك كيكونوا جدادين وخلاص البريفي، يعني اللي كيجيبوا حوايجهم يعاودوا فيهم البيع، حتى هما كتلقى عندهم حويجات زوينين. شي مره كيكون فيه داكشي زعما ما تقدروش تلقاوه في بلاصه اخرى، كتصيبوا فيه حتى البشكليتات هكا للدراري الصغار، الى بغيتوا بشكليت يعني قديمه ماشي جديده كتلقاوهم تما كيبيعوهم الناس. بالنسبه لهاد السوق البنات راه كيكون على طول العام، يعني جوج مرات في السيمانه على طول العام، العام كامل كاين، وهذا معروف لنا هنايا في الجهه اللي حنا فيها، يعني كيكون كل سيمانه جوج المرات الخميس والسبت الناس كيجيو له من بلايص بعيده باش كيديروا فيه السلعه ديالهم وكيعرضوها على الناس، وصراحه داكشي زوين بزاف فيه. كيقول لكم راه هانتوما كي كتشوفوا بحال هادو جداد، خديت انا السيكان عنده هذا الجديد والقديم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تعجبكم، الى عجبكم بحال هاد الفيديو حتى هما غادي نبقى ندير لكم منهم فرجه ممتعه الى الاخر. وما تنساوش الناس جداد ابوني الى عجبتكم بطبيعه الحال القناه، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش تعم الفائده سيغتو الناس اللي عايشين هنايا. وجميع الى عجبكم الفيديو تبقى على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. ونسيت ما نقول لكم انه كاين فيه حتى الخضر والديسير بانواع جيده ورخيصه بزاف بزاف، اللي بغات تقدا هكا داكشي ديال الاسبوع عندهم داكشي غزال، بحال الا كتقدا من المغرب عندهم جميع انواع، ماشي جميع انواع ولكن تقريبا جميع انواع الديسير والخضر. صراحه حتى هو كيعجبني ملي كنمشي، انا ما بلياش بزاف الديسير ولكن كنمشي كنجيب ديسير زوين صراحه كيعجبهم الدراري، وحتى الخضره عنده زوينه بزاف. هنا جينا كنتقداو من عندهم بحال هادو عندهم بأورو، يعني كلها بأورو نورمالمون، وبغات تخاو بلاصه اخرى كثر، وكاين حتى الماعن حتى هما. تاخذكم بالسلامه ورجعت.